أهلا بيكم والجزء الثالث من التدريب على امتحانات مايكروسوفت وورد 2016 كور، واللي سبق وقدمنا منها الجزء الأول والخاص بأول بروجكت والجزء الثاني والخاص بالبروجكت الثاني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السؤال الأول: Configure autocorrect to replace IP with bound. هو هنا عايز يعدل في الإعدادات بحيث كل ما يلاقي IP مكتوبة يستبدلها بكلمة bound. من قائمة فايل هختار Options، هتظهر الويندو الخاصة بWord Options، هختار Proofing وبعدها Autocorrect Options. هيفتح نافذة جديدة فيها Replace، بكتب تحتها IP وعند With هكتب Bound، وبعدين بضغط على Add وأوكي عشان أقفل النافذة دي، وبرضو أوكي على النافذة التانية. وبكده تكون انتهت إجابة السؤال الأول، وانتقل للسؤال التاني. التاسك التاني بيقول Change the color of the first line of text Garment Veggie Sale to Orange Accent 2. هو هنا عايز يغير اللون بتاع أول سطر في النص ويخليه درجة من الأورانج اسمها Accent 2. هعمل Select للسطر الأول، وبعد كده من الفونت كولر أفتح القائمة المنسدلة عند ألوان الخطوط وأختار منها اللون اللي اسمه Orange Accent 2. التاسك الثالث Apply a 6 pt spacing before all paragraph within this document. هو هنا عايز يعمل مسافة بادئة بقيمة 6 نقطة قبل كل الفقرات الموجودة في هذا المستند. هضغط Ctrl A علشان أحدد كل الفقرات اللي موجودة في المستند، ومن عند باراجراف هضغط على السهم اللي على اليمين ده عشان يفتح لي إعدادات الباراجراف. هيفتح الويندو الخاصة بضبط الباراجراف، أروح عند سبيسينج وأعدل عند بيفور وأخليها رقم 6 وأوكي. التاسك الرابع In the last sentence apply a turquoise highlight to the term free. عايز يعمل هايلايت باللون التركواز لكلمة فري الموجودة في آخر الجملة. هعمل select لكلمة فري الموجودة في آخر جملة، وعند text highlight color هفتح الألوان وأختار منها اللون التركواز، هلاقيه اتطبق كهايلايت على الكلمة. التاسك الخامس والأخير في البروجكت ده Insert a down ribbon shape with the intense effect orange accent 2 style. The height should be 1 and width 3.5. center the shape between the left and right margin. السؤال هنا مطلوب فيه خمس حاجات هتتعمل. اول حاجة ان انا هدرج شكل اسمه داون ريبون. تاني حاجة ان انا هطبق عليه ستايل اسمه انتنس افكت اورانج اكسنت 2. تالت حاجة اني هخلي الارتفاع بتاعه 1. رابع حاجة هخلي العرض بتاعه 3.5. خامس حاجة ان انا هحطه في الوسط
ما بين الهوامش اللي على اليمين واللي على الشمال. من قائمة insert وفيها shapes هختار الشكل اللي اسمه داون ريبون، وأروح تحت آخر جملة وأرسمه. والشكل متحدد، هروح عند شيب فورمات وافتح الشيب افكتس من السهم ده، وادور على انتنس افكت اورانج اكسنت 2 واختاره، هلاقيه اتطبق على الشكل. وفوق عند شيب هايت هكتب رقم 1، وتحتها عند ويز هخليه 3.5، وبعدين أبدأ في تحريك الشكل لغاية لما أظبطه في المنتصف. وده كان آخر سؤال في البروجكت الثالث.